السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في الوطن العربي وفي مصر. هذا المنبر منبر الدين، منبر الثقافة، منبر العلم. أهلا وسهلا بكم ولقاء يتجدد وبرنامج هذا ديننا. ويسعدنا أن يكون النهاردة معنا ضيف كريم وحلقة رائعة، حلقة بعنوان بين التقوى والإيمان، ويصحبنا فيها فضيلة الشيخ محمود العزازي، محمود محمد عزازي، باحث الدكتوراه بجامعة الأزهر وماجستير أصول اللغة العربية والواعظ بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. وكثيرا نسمع يعني بين التقوى ونتكلم عنها لوحدها والإيمان ونتكلم عنه لوحده، ولكن بين التقوى والإيمان ونربط بينهم، وكلام كتير جدا إزاي نبحر بين التقوى والإيمان. فاسمح لي ان احنا نبدا مع حضرتك النهارده واحنا بنعرف الايمان لغه واصطلاحا الاول، ثم نتداول مع حضرتك باقي المواضيع ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نسألك يا ربنا أن تنصر المسلمين، وأن تعلي راية هذا الدين، كما نسألك يا مولانا أن تدخلنا جنتك من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. آمين. بفضلك ورحمتك يا قوي يا متين. ثم أما بعد، آمين. فأحيي فضيلتك دكتورنا الغالي، وأحيي المشاهدين والمشاهدات بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث عن الإيمان حديث جميل، نعم، يطرب النفس المؤمنة التي تحب مولاها وخالقها، والتي ترغب في رضا الله عز وجل عنها. نعم. بداية، الإيمان كلمة جميلة، نعم، إذا ذكرت ترتاح إليها النفس. ومعناها في اللغة الفعل آمن معناه صدق، فالإيمان في اللغة هو التصديق. ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن إخوة سيدنا يوسف حين حدثوا أباهم، قالوا له وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة التصديق، لكن الإيمان في الاصطلاح هو أعم، هو أخص من ذلك. دايما المعنى اللغوي يكون معنى عام يشمل أشياء كثيرة، لكن الشرع يأتي ليخصص هذا العام. فالإيمان في شريعتنا هو التصديق بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. يعني إذا أردت أن أكون مؤمنا، فالإيمان بدايته ونهايته في القلب. وهكذا يريد الإسلام منا، يريد الإسلام منا أولا وأخيرا أن نطهر قلوبنا. ولذلك لما نيجي يعني نقرأ كلام رسول الله ونستعرض كلام رسول الله في ذلك، نجده قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالقلب هو مدار الإسلام. إذا طهر قلب الإنسان، وإذا كان قلب الإنسان عامرا بهذا التصديق وبهذا الإيمان، فإن الإنسان يكون في ذلك، أو يكون بذلك قد كسب رضا مولاه تبارك وتعالى عز وجل، وحاز الإيمان. وحاز الإيمان. فالإيمان أوله وآخره في القلب. نعم. فالتصديق، كلمة التصديق، أو أنا أصدق، أنا أصدق بقلبي بما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، يعني من الأشياء التي هي بنقول عليها ثوابت الدين. نعم. ثوابت الدين، الأركان التي بني عليها هذا الدين، أصدق بها بقلبي، إذن فأنا مؤمن.
الله أصدق الله بها بقلبي إذا فأنا مؤمن. نعم. هذا هو معنى الإيمان لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. دعي خليني بقى يعني اسمح لي أنه نستأذن فضيلتك ونروح لآيات القرآن التي تحدثت عن الإيمان. يا سلام. وأعلم أنها كثيرة. نعم نعم. حديث القرآن عن الإيمان حديث عظيم وجميل. نعم. حديث عظيم وجميل لأن الله عز وجل نادى على المؤمنين كثيرا. الله. والنداء على المؤمنين من أحب النداءات. نعم. إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نجد الله عز وجل كرره في أكثر من 80 آية. طب هو حضرتك تسمح لي قبل ما نخش على بعض آيات القرآن التي تتحدث عن الإيمان ناخد مداخلة من بنتنا ناهد من القاهرة. تفضل. معانا مكالمة مداخلة. ألو. السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك بنتي كان مكتوب كتابها وجوزها حلف عليها بالطلاق قال لها روحي من الصوري. اه. في حالة تحكيم. فحكم الدين ايه؟ يعني بنتك جوزها حلف عليها بالطلاق؟ اه قال لها روحي وانت طالق. في حالة علم. في حالة علم. يعني قالت له لو انت طلقتني انا هعمل كذا. قال لها طب انت طالق وانتي هتعملي ايه؟ بس هي ما عملتش. طيب. قال لها انت طالق ان عملتي ولا قال لها انت طالق على طول كده؟ لا قال لها انت طالق على طول. يعني ما قالهاش ان عملتي كذا؟ لا هو قال لها انت لو انت طلقتني انا هعمل كذا. هي قالت له كده؟ قال لها انت طالق وريني هتعمل. طيب احنا هنجاوب حضرتك يا ابله ناهد. حاضر حالا فضيله الشيخ هيجاوب حضرتك على السؤال ده وبشكر ليك اهتمامك ومداخلتك ومتابعتك لينا. حاضر. هنخليه في جانب كده نفرد بعض الوقت للردود على هذه الأسئلة عشان ما نقطعش على السادة المشاهد. ولكن أنا كتبت السؤال يعني هل يجوز أو هل يمشي الطلاق دوت ولا لا وهندي لحضرتك فرصة إن شاء الله. ونرجع تاني لآيات القرآن أو حديث القرآن عن الإيمان. حديث القرآن عن الإيمان كما قلنا حديث جميل وعظيم. نعم. عشان نشوف هذا الحديث الجميل قلنا إن النداء على المؤمنين من أحب النداءات إلى الله تبارك وتعالى. لذلك نجده كرر هذا النداء في أكثر من 80 آية. يا أيها الذين آمنوا. هذه الكلمة التي ينبغي أن يحبها كل مؤمن. يعني كل مؤمن أو كل إنسان يعني يتوسم في نفسه أنه من المؤمنين ويطبق صفات المؤمنين إذا سمع كلمة يا أيها الذين آمنوا قلبه يفرح وينشرح. نعم. لأنه نداء جميل. ولذلك مما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. الله. يعني اسمعها كويس. الله. اسمعها كويس. نعم. لماذا يا سيدنا عبد الله بن مسعود؟ نعم. قال فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. الله. لأن خلاص ما دام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذن سيوجه لك شيئا. نعم. سيوجه لك أنت يا مؤمن يا من قلت إنني مؤمن. نعم. سيوجه لك شيئا. أقول بعدها نعم يا شيخ. يعني لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أنا أقول في نفسي كده نعم. حين أقول نعم هذا من الجمال. نعم. من الجمال حين أقول نعم كأني أرد على مولاي وخالقي. نعم. كأني أحشر نفسي بين أو معها يعني أرجو لنفسي أن أكون من هؤلاء الله. الكرام. نعم. أرجو لنفسي أن أكون من هؤلاء الكرام على الله تبارك وتعالى. نعم. يعني أن يخصصك الله بنداء هذا شيء عظيم. الله هو ملك الملوك ويخصصني بنداء هذا من العظمة بمكان. الله. من الله. العظمة بمكان. نعم. حين يناديني إنسان يعني ذو منصب وهو من نفسي نوعي وبشر. نعم. حين يناديني أكون فرحا أكون مسرورا. نعم. أكون يعني أقول يعني ما حدش زي في هذا الكون الآن. نعم. ولكن حين يناديني الملك سبحانه وتعالى فينبغي أن أكون في أشد حالات الفرح وأشد. نعم. حالات السرور لأن الله هو الذي يناديني. الله. يا أيها الذين آمنوا. نداءات كثيرة تكررت. هذا من بين حديث القرآن عن الإيمان وعن المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من ضمن هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.
آية جميلة. آية جميلة حين يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني كأن الله يحب منك أيها المؤمن أيها العبد المؤمن أن يزيد إيمانك، كأن الله يحب منك هذا. وما أحلى ما أحلى أن يحب الله منك شيئا. يعني أنا أسأل حضرتك في الحتة دي وكأني براجع حضرتك في النقطة الأولانية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وليس معناه هنا صدقوا التصديق ولكن لا. لزيادة الإيمان. معناها الزيادة، لأن هو نادلهم بالإيمان. نعم. قال لهم يعني كأنه أقر لهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا. خلاص انتهى مطلق التصديق، هذا خلاص التصديق اللي هو في الدرجة الأولى خلاص بقى. خلص. لكن ينبغي أن تعلو بإيمان. وترتفع في الدرجات. الله. ترتفع في درجات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ارفعوا أنفسكم في درجات الإيمان. لا تكتفوا. وده يحض الإنسان أن يكون عنده دائما الطموح، والطموح اللي هو في جانب الله تبارك وتعالى. أن أنا أزيد في الطاعة، أزيد في العبادة، أزيد. ينبغي. ما الله عز وجل يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله يعني يحققوا أول درجات التقوى. لا، خلاص أول درجات التقوى دي يعني شيء كما نقول شيء مفروغ منه، لكن زيدوا. زيادة في التقوى. داوموا، أثبتوا على هذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا. احنا لسه هنروح لموضوع الثبات، واحنا خارجين من رمضان. وكنت بتكلم مع حضرتك ازاي نحافظ على الإيمان والتقوى بعد رمضان، ولكن ما زلنا في حديث القرآن عن الإيمان. نعم. حديث القرآن عن الإيمان من جماله أنه جعل سورة كاملة اسمها المؤمنون. الله. سورة كاملة عظيمة اسمها سورة المؤمنون. الله. المؤمنون يعني وتبدأ بتبشير المؤمنين، تبدأ بالبشرة. قد أفلح المؤمنون. الله. يا سلام. قد أفلح المؤمنون. الفلاح، كلمة أفلح معناها الفوز، معناها الظفر، معناها إن أنا أخذت مرادي. أفلحت يعني أخذت ما أريد، حصلت على ما أريد. قد أفلح المؤمنون، أي مؤمن، أي إنسان أسلم وجهه لله، ماذا يريد؟ ماذا يريد من وجوده في هذه الحياة؟ ماذا يريد من عمله، من اجتهاده في هذه الحياة؟ كلنا قطعا يريد رضا الله سبحانه وتعالى. كلنا قطعا يريد أن يدخل الجنة ويتمتع بما في الجنة، وغاية المتعة في الجنة أن نرى الله عز وجل، أن نرى وجه الله الكريم. الله. الله. كلنا يريد هذا، كل إنسان مؤمن يعني يحب هذا ويريد هذا. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، يعني أخذ المؤمنون مرادهم. نال المؤمنون مرادهم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال هذا قد أفلح المؤمنون، طيب من هم المؤمنون بقى؟ هنعرف صفاتهم، بس انت لسه حضرتك انا عايز اروح لنداء السنة بقى. لنداء السنة على المؤمنين. هل كان في بعض النداءات في السنة للمؤمنين؟ وبعدين ناخد صفات المؤمنين بقى. اسمح لي برضو نكمل بعد القرآن السنة في ندائها للمؤمن. السنة تحدثت عن المؤمنين ايضا. نعم. تحدثت عن الإيمان وعن المؤمنين. الله. تحدثت عن الإيمان حين يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا أنس بن مالك، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الله. حلاوة الإيمان. نعم. يعني الإيمان له طعم. الله. الإيمان له طعم، له حلاوة، له لذة يتلذذ بها الإنسان، سواء كانت اللذة حسية أو معنوية، اختلف في ذلك العلماء. المهم أنه له لذة. نعم. يتلذذ بها الإنسان. ثلاث يعني هو سيعد صفات من صفات المؤمنين، لكن أنا أركز على هذه الكلمة، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الله. الحلاوة، وكأن الإيمان نوع من العسل. الله. نوع من الشيء الذي يستلذه الإنسان ويحبه ويستطيبه. كأن هذا شيء حلو. نعم. هذا من الإيمان، أو هذا يجعله أو يعطيه الإيمان للإنسان الذي أسلم وجهه لله. هنقولهم الثلاثة دول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كمان في حديث آخر، ذاق طعم الإيمان. نعم. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هنقف عند ذاق طعم الإيمان دي وحنرجع لها تاني، بس اسمح لي نطلع فاصل قصير
وارجع لحضرتك تاني عشان نكمل وذاق حلاوة الإيمان وندوق حلاوة الإيمان مع بعض. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني إن شاء الله. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماء. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، والإيمان وحلاوة الإيمان وبين التقوى والإيمان، وضيفنا الغالي فضيلة الشيخ محمود العزازي، وثلاثة من كنا فيه فضيلة الشيخ ذاق حلاوة الإيمان. نعم. حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الثلاث صفات صفات عظيمة جدا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الله ورسوله حب ثم اتباع. نعم. وهذا يمكن كثير من الناس يتصورون أن الاتباع أولا ثم ينتج عنه الحب. الحقيقة الحب هو الأول. الحب الأول. أن أحب رسوله، أن أحب الله وأن أحب رسوله، حب عاطفي، حب قلبي، يعني أن يتعلق قلبي بالله ورسوله، هذا هو أولا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحب أولا. الذي يلجئني، الذي ينتج لي الاتباع الصادق هو الحب الصادق. الله الحب الصادق أولا. أن أحب الله وأن أحب رسوله. ولذلك شوف سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها أول صفة من صفات حلاوة الإيمان، أو من الأشياء التي تذيق الإنسان حلاوة الإيمان. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. يعني أن أحب الله ورسوله حبا له هو درجة الأغلى. هو الأغلى له درجة. له درجة ليست لأحد. نعم. ليست لأحد حتى لنفسي. سيدنا رسول الله قال لسيدنا عمر لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك الله التي بين جنبيك. نعم. قال يعني سيدنا عمر قال يعني نفسي شوية كده يعني لا أنا أحب نفسي برضو. نعم. قال لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من قال أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي قال له الآن يا عمر يعني الآن ذقت حلاوة الإيمان الآن يا عمر الآن نعم. ذقت حلاوة الإيمان نعم. كنت أحب إليك من نفسك يعني ذقت بهذا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان الله الله طب الحب الحب لوحده لا ينفع والاتباع لوحده لا ينفع بالضبط يعني حب سيدنا أبو طالب لسيدنا النبي ما شفعلوش واتباع عبد الله بن أبي بن سلول لسيدنا أبي ما شفعلوش بالضبط يجب أن الحب أولا ثم والاتباع نتيجته الاتباع الله أكبر الحب والاتباع نعم. شيئان وكما يقولون وجهان لعملة واحدة نعم فأن أحب الله ورسوله وأن أتبع نعم. ثم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وهذا شيء جميل نريد أن ينتشر بيننا التحاب في الله الله أكبر أن أحب أخي المؤمن أو المسلم في الله لا لمصلحة ولا لغرض ولا لشيء دنيوي ولا أحبه في الله الله نعم أحبه والحب في الله ده شيء جميل يذيقني حلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله في زمن المادة وزمن المصالح دلوقتي بنفتقد لهذه أيوة نحتاج إلى أن نعيد هذا نعم نحتاج إلى أن نعيد هذا وأن ينتشر هذا بيننا وأن يزور الأخ أخاه لا لشيء إلا لأنه يحبه في الله لأستشعر أن يتصل حلاوة الإيمان يتصل الأخ على أخيه المؤمن لا لشيء إلا لأنه يريد أن يطمئن عليه لأنه يحبه في الله مش يعني الكثير الآن يعني يكلم أخاه لأنه يريد منه شيئا يكلم غيره لأنه يعني يريد منه أن يخدمه في شيء وهكذا لكن نريد أن يكون هذا التواصل وهذا التحاب وهذا التلاقي بيننا لله لله سبحانه الله وتعالى الله سبحانه وتعالى الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار يعني أن هو في نعمة نعم أنه مؤمن هو في نعمة نعم. وفي أمر عظيم أن يكره أن يخرج من هذه النعمة
عشان يذوق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان أن يكره أن يخرج من هذه النعمة. دي رسالة لكل الشباب اللي بيسمعونا يا فضيلة الشيخ. أنت في نعمة. نعم. أنت من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك في نعمة. نعم. احمد الله عليها واشكر الله عليها. وحقيقة الشكر أن تستعمل النعمة في إرضاء المنعم. الله أكبر. أن تستعمل النعمة في إرضاء المنعم. نعم. فاستعمل هذه النعمة التي وجدت فيها أنك من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل هذه النعمة في إرضاء خالقك تبارك وتعالى. يعني حديث ثلاثة من كنا فيه ده بداية لكلام السنة أو يعني لقطات من السنة عن الإيمان. عن الإيمان. هل هناك المزيد من لقطات السنة عن الإيمان؟ نعم نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإيمان ويقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. لا يؤمن، حديث سيدنا أنس الجميل. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وهذه أيضا من الأشياء التي يمكن فقدت، نفتقدها فعلا في هذه الأيام، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا كلمة لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه. نعم. لأن احنا قلنا الأول درجة في الإيمان موجودة، دي يمكن تبقى موجودة عند كثير من الناس، لكن نحن نريد للإنسان المتعلق بالله أن يزيد. نعم. فرسول الله يريد للإنسان المتعلق بالله أن يزيد أيضا. نعم. فيقول لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك. نعم. يعني أنت تحب لنفسك أن تعيش في سعادة، أحب لإخوتك أيضا ولغيرك من المؤمنين ومن المسلمين أن يعيشوا في سعادة. أنت تحب لنفسك أن يرزقك الله المال، أحب لغيرك أيضا أن يرزقه الله المال. نعم. أنت تحب لنفسك أن يرزقك الله الصحة، أحب لغيرك هذا أيضا، وهكذا. فلن يكمل إيمانك ولن يكون إيمانك على الوجه الذي يرتضيه الله عز وجل في كمال الإيمان حتى تكون فيك هذه الخصلة وهذه الصفة. طب أنا برضو، والكلام هيطول أصله في، يعني إحنا لو فرضنا حلقة واحدة بس عن كلمات أو الإيمان في القرآن والإيمان في السنة مش هتوفيها حلقة. نعم. ولكن الكلام فيها طول. ولكن حابب قبل ما نروح لصفات المؤمنين أرجع تاني للإعجاز اللفظي والروعة في دقة التعبير في القرآن عن الإيمان. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الإيمان، نعم، وتكلم عن الـ 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 الصفات والأشياء التي تطلب من الإنسان حتى يكون مؤمنا، نعم، ذكر أشياء كثيرة. نعم. من ضمن هذه الأشياء مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله. وكلمة وجلت قلوبهم كلمة عظيمة ودقيقة للغاية. نعم. ليه؟ لماذا؟ لماذا كلمة دقيقة؟ نعم. علماء اللغة بيقولوا وجلت يعني خافت. نعم. وفزعت. طب نسأل سؤال هنا، ليه ربنا ما قالش خافت؟ وليه ما قالش فزعت؟ نعم. وقال وجلت. الله. ليه قال وجلت؟ اشمعنى كلمة وجلت؟ نبص على حروف هذه الكلمة، الواو. نعم. والجيم واللام والتاء الساكنة. نعم. هذه الحروف إذا قرأتها تحس بفزع من نوع خاص. نعم. مش الفزع الذي يجعلك تهرب. الله أكبر. ما هناك فزع يجعلك تفر وتجري. نعم. يعني تفزع مثلا من مخلوق، من مثلا من 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 أسد، من 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 شيء يخيف، فتفزع فتجري. كلمة وجلت تحمل معاني كثيرة. لا تحمل هذا الفزع. طيب تسمح لي واحنا بنتكلم عن الوجل ومعناه الجميل ده ناخد مداخله كمان. طبعا. ما بنحرمش يعني طبعا اهلنا من المداخلات. اتفضل معانا ام شيماء. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي حضرتك يا دكتور طارق على هذا البرنامج الرائع الطيب، وتحياتي لضيف حضرتك الكريم، وتحياتي لجميع العاملين بالقناه. ربنا يكبر خاطرك يا ام شيماء، وبشكرك على المداخله الطيبه. وبشكر حضرتك على حلقه امبارح برضه، والله امبارح كانت حلقه جميله جدا جدا جدا، وانا بشكر حضرتك وبشكر العاملين بالقناه على الحلقه بتاع امبارح. والله انا كنت اول مره في حياتي اسمع الكلام الجميل بتاع امبارح ده، يا رب يجعله في ميزان حسناتي. قناه الصحه والجمال دائما تجتهد ان هي تقدم ماده جميله وطيبه لاهالينا في بيوتنا. والله اكيد ربنا ما يحرمنا منكم ابدا يا رب يا رب.
الشكر موصول لأهلنا والقائمين على هذه البرامج في قناة الصحة والجمال، وبشكر لحضرتك وجودك معنا، شكرا جزيلا. وجلت قلوبهم يا فضيلة الشيخ محمود. نعم، الوجل كما قلت فزع من نوع خاص. نعم. ليه اللي خلانا نقول إن الوجل فزع من نوع خاص؟ لأن في آية أخرى يتحدث فيها الله عن المؤمنين أيضا ويقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله. طيب أنا بيقول لي هنا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وبيقول لي هناك وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله. إزاي بقى في فزع وفي اطمئنان؟ فنقول بقى الوجل اختاروا ربنا عشان كده، كلمة وجلت. نعم. ربنا اختارها عشان كده. نعم. عشان تقول لك أيها المؤمن. نعم. إن الوجل فزع مغموس بالاطمئنان. الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يعني تاني دي الوجل هو فزع. نعم. مغموس بالاطمئنان. ليه؟ اضطراب محمود. لماذا؟ لأني حين أفر من الله. نعم. لن أجد إلا الله حتى أفر إليه. أفر إلى الله يعني أفر منه إليه. الله أكبر. منه إليه. الله. لذلك الثلاثة الذين خلفوا. نعم. لما ضاقت عليهم الدنيا وتحدث عنهم الله ماذا قال؟ نعم. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الله أكبر. خلاص أيقنوا. عرفوا الحقيقة. التي ينبغي أن يعرفها كل إنسان. نعم. لا ملجأ من الله إلا إليه، لأنه هو خالق الكون. الله أكبر. خلاص لا يعني هتفر من الله إلى أين؟ إلى أين؟ نعم. إلى الله أيضا. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلذلك الوجل هو فزع مغموس بالاطمئنان. الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا من دقة كلام الله تبارك. نعم. وتعالى. نعم. ربنا يحفظك. اسمح لي، واحنا الكلام أصله يعني احنا قاعدين بننهل منك كده ومش عايزين نشبع وخايف الوقت يعدي علينا، ولكن احنا برضو اكيد كل السادة المشاهدين وخاصة الشباب عايزين يعرفوا بعض صفات السادة المؤمنين، عشان اقول ده يعني المؤمن له صفات ذكرها القرآن وذكرتها السنة. نعم. من نعم. صفات المؤمنين يعني. من صفات المؤمنين طبعا صفات المؤمنين كثيرة. نعم. من ضمن الصفات حديث ربنا سبحانه وتعالى عنهم في فواتح سورة الأنفال، هذه الآية التي ذكرناها. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تكلمنا عنها، ونزيد فنقول إذا ذكر الله، كلمة إذا ذكر الله مش معناها فقط إذا ذكر الله باللسان، يعني إذا قال أحد أمامهم الله أو سبحان الله أو كذا. إذا ذكر الله يعني إذا وجد أمامهم أي شيء يذكرهم بالله. الله. وكل شيء في هذا الكون ينبغي أن يذكرك بالله. نعم. على الحقيقة فدائما كل هو شيء صاحب قلب وجل. كل شيء في هذا الكون ينبغي أن تنظر إليه فتذكر الله. الله. انظر إلى أي شيء، ما هو كل شيء من مخلوقات الله. صحيح. الله هو الذي أبدع كل شيء. نعم. فكل شيء تنظر إليه، فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني إذا وجدوا أي شيء يذكرهم بالله فزع قلبهم. هذا الفزع المحمود الجميل المغموس بالاطمئنان. صفة من صفاته. وينفقون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. يعني القرآن آيات الله تبارك وتعالى إذا قرئت على المؤمن تزيده تثبت إيمانا على إيمانه. تثبت وتزيد. نعم. تثبت الإيمان وتزيد فيه أيضا. نعم. لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون الأمر إليه في كل صغيرة وكبيرة، في كل حركة وسكنة، في كل شيء يفوضون الأمر إلى الله وحده. دي في فواتح الأنفال. طيب. الذين يقيمون الصلاة، ودعني أحدثك عن قيام إقامة الصلاة. نعم. لأن إقامة الصلاة دي مهمة أوي. نعم. إقامة الصلاة دي مهمة أوي من صفات المؤمنين، لأن إقامة الصلاة مش معناها بس إن أنا أؤدي الصلاة. إقامة الصلاة دي ثلاث حاجات. أيوة. ثلاث حاجات ينبغي إن الإنسان عشان يبقى مؤمن وإيمانه جميل كده وكامل يؤدي الثلاث حاجات دول. أول حاجة إن هو يحافظ على ظاهر الصلاة، يؤديها بأركانها بشروطها بسننها بكل ما تحتاجه في الظاهر. نعم. يؤدي هذه الأشياء الظاهرة. نعم. طيب الشيء الثاني الخشوع.
الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. الخشوع ده شيء قلبي. أن يخشع قلبه، ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم. الشيء الثالث وده الشيء المهم قوي 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 قوي، اللي هو أن يكون لصلاتك أثر عليك. الله. في معاملتك لأخيك المسلم، في معاملتك لغيرك. أن تخرج من المسجد فتكون معاملتك معاملة حسنة، أن تتحلى بمكارم الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح. إذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر يبقى أنت ما أقمتش الصلاة. فاعلم أن إيمانك غير مكتمل. يبقى أنت ما أقمتش الصلاة. ما قلتش. ولذلك ربنا ما قال، ما قالش صلوا، ما قالش صلوا. لو قال صلوا كان كل ما كله بيصلي، كله بيصلي وكله بيعمل الأركان والركوع والسجود وما هذه الأشياء. لكن ربنا قال وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، أقيموها يعني اجعلوها صلاة مكتملة. نعم. مكتملة بأركانها بشروطها بخشوعها. نعم. ثم بالخارج بقى في برا المسجد، برا الصلاة يكون خلقك حسنا، تكون معاملتك حسنة، وهكذا. ده في إقامة الصلاة. طب وينفقون؟ ومما رزقناهم ينفقون. نعم. يعني يكثرون بقى من الإنفاق. يعني ربنا رزقك مال تنفق من المال، ربنا رزقك صحة تنفق من هذه الصحة أيضا، تتطوع بخدمة غيرك لله سبحانه وتعالى. نعم. يعني في كما يقولون في زكاة أيضا عن 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 صحتك. نعم. مش الزكاة بس مجرد أنك تدفع أموال، لا، ربنا رزقك صحة ممكن تخصص وقت معين تسعى فيه لإرضاء الله بخدمة خلق الله. نعم. بأن تسير في قضاء مصالح العباد. نعم. وسيدنا عبد الله بن مسعود لما كان معتكفا في عبد الله بن عباس، آسف، سيدنا. نعم. عبد الله بن عباس حبر الأمة. نعم. نعم. لما كان معتكفا في المسجد النبوي الشريف وأتى له إنسان يريد منه أن يقضي له شيئا، ترك الاعتكاف وإيه؟ نعم. وذهب ليقضي لهذا الإنسان شيء. فقالوا له إذا الاعتكاف في المسجد النبوي يعني من أعظم الأشياء التي عليها الثواب. نعم. قال لهم لا، قضاء حاجة هذا أخي هذا أفضل من الاعتكاف في المسجد. نعم. أفضل من الاعتكاف، لأني نفعت نفسي بالثواب ونفعت أخي هذا بقضاء حاجة. ومما رزقناهم ينفقون. الحقيقة ورمضان، وشفنا في رمضان التكافل وشفنا التكاتف في رمضان، والحقيقة رسالة شكر لكل الناس اللي اجتهدت في رمضان إن هي ترسم البسمة على وجوه الفقراء والمساكين. وكان في الحقيقة في رمضان ده جهد كبير جدا جدا مبذول، فبرضو يعني فرصة احنا بنوجه شكر لكل السادة الأفاضل اللي مما رزقناهم ينفقون. نعم. 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 لهم شكر جزيل طبعا. وكل من أنفق ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله أكبر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني إن أنفقت شيئا لا تظن أن هذا الشيء سينقص. الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. الله. يعني الصدقة لن تنقص في مالك، يعني هي ستزيد فيه وستباركه إن لم ترى هذا بعينك. نعم. فستراه إن شاء الله في الآخرة. نعم. سترى ثوابه، سترى رضا الله عنك، سترى هذه الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن الله ويقول عن الله في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يبقى وجل القلوب صفة، إقام الصلاة صفة. نعم. الإنفاق صفة. نعم. إيه من الصفات الثانية في غير الشيء؟ الإعراض عن اللغو في الكلام. الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول. نعم. في فواتح سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله. اللغو مش من الكلام فقط، من الكلام والأفعال أيضا. اللغو هو الذي لا يليق سواء كان كلمة أو فعل، شيء لا يليق بالإنسان وبمروءة الإنسان وبخلق الإنسان الحسن سواء كانت كلمة أو فعل. أي لغو، أي شيء لا يليق، الإنسان المؤمن ينبغي إذا أراد أن يكون إيمانه كاملا أن يعرض عنه. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أعرض. أعرض. وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله أكبر. بس نقول حاجة بقى هنا، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. تمام، أعرضوا عنه، لكن قال في آية عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. كلمة أيضا ينبغي أن تلفت انتباهنا. يعني إيه وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ قال لك مروا كراما يعني أعرضوا عنه
ده أول شيء. ثم نصحوا غيرهم بالإعراض عنه. نعم. ما هو يعني مش لوحده بس. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون نافعا لنفسه ولغيره. ولغيره، نعم. ما ينبغيش أن يكون نفعه مقتصرا على نفسه. لو كان نفعه مقتصر على نفسه يبقى يعني لم يحقق الكمال. طب أنا هنا عندي سؤال فضيلة الشيخ محمود، هل التعلق بالله شرط من شروط الإيمان؟ طبعا التعلق بالله هو حقيقة الإيمان. نعم. لكن زي ما بنقول التعلق بالله له نتائج. الله. له نتائج. ما هو عشان أنا أعرف إن أنا متعلق بالله ولا لا، نعم، لابد إن تظهر علي أشياء تعرفني. إما ظهرتش الأشياء دي يبقى أنا تعلقي بضحك على نفسي. بضحك على نفسي وبقول أنا متعلق بالله وأنا في الحقيقة مش متعلق بالله. طيب من بين هذه الأشياء أن أخلص في عملي لله. من بين هذه الأشياء عملي. أن نعم. أخلص. أما أجي أصلي أو أما أجي أصوم أو أما أجي أؤدي أي عبادة أحس أنني لا أريد بهذا إلا وجه الله، أحس في نفسي كده في قلبي أنني لا أريد بهذا إلا وجه الله. طيب من أثار هذا التعلق بالله أيضا أن أتحول إلى طاقة إيجابية في المجتمع. الله. أنا كإنسان عشان أتعلق بالله لابد أن أنا أفيد غيري. أفيد غيري مش أفيد نفسي فقط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات يعني العمل الصالح تكميل للإيمان. لازم بعد العمل بعد الإيمان يتبعه عمل. عمل الصالحات ده مش كلمة الصالحات دي مش معناها إن أنا أصلي وأصوم وأزكي وهذا فقط. وإنما كلمة الصالحات تعني الصالح في الدنيا والصالح في الآخرة. طيب هنقف مع الصالح في الدنيا والآخرة. اسمح لي هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضرتك تاني. اسمحوا لنا فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم والحديث عن الإيمان وأن كل الإيمان لازم يتبعه العمل، عمل صالح، وأنه يا أيها الذين آمنوا كلها جاية بعدها العمل الصالح. فضيلة الشيخ محمود عزازي دكتورنا الغالي، وإحنا بنتكلم عن الإيمان وحديث الإيمان وأنه يجب أنه يتبع الإيمان عمل ويكون صالح. نعم. لما ننظر أيضا إلى حديث الله عن الذين آمنوا هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كثير من الآيات، كثير يمكن تربو على 20 آية أو أكثر من 20 آية، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله أكبر. ووعدهم في بعد كل هذه الآيات وعدهم بالجنة. يعني مثلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. نعم. وهكذا. نعم. فالإيمان ليكمل والتصديق ليكمل ينبغي أن تعمل الصالح. وقلت الصالح معناه أن تصلح به نفسك، تصلح به وغيرك. نفسك من جهة أولا القلب، وأن تطهر قلبك من الأمراض ومن الأشياء التي لا ترضي الله، وأن تفعل العبادات وأن تخلص في هذه العبادات لله، ثم أن تصلح غيرك. نعم. وأن تؤدي لغيرك النصيحة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. تؤدي لغيرك النصيحة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن تفعل له الأشياء التي تنفعه والتي تخدمه في إطار حياتنا وفي إطار معيشتنا. في الآخرة إذا وجدت أحدا بعيدا عن الله تقربه من الله سبحانه وتعالى. هل التقوى تزيد الإيمان فضيلة الشيخ محمد؟ أكيد. التقوى مرتبة تعلو بإيمانك. تعلو بالإيمان. تعلو بإيمانك. التقوى هي أن يجعل الإنسان، في خلاصة معنى التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين مغضبات الله سبحانه وتعالى وقاية وحاجز. حاجز. وحاجب. يعني كأن شيء حسي كده حاجب يحجبه عن معاصي الله. نعم. يعني إذا فعل شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى يجد شيئا في نفسه كده يقول له يا فلان قف هنا لا تفعل.
لأن هذا الشيء لا يرضى عنه الله. يا فلان هذا الشيء يغضب الله لا تفعل. فهذا الحاجب يعني الإنسان يجعله داخل نفسه بينه وبين ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا عن الصيام ونحن خرجنا من شهر الصيام قال أن علة الصيام أو إن علة الصيام هي التقوى، العلة المرجوة لجميع الصائمين لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني صمتم وأديتم فريضة الله عليكم لعلكم تجعلون بينكم وبين الله وبين ما يغضب الله هذه الوقاية وهذا الحاجب وهذا الحاجز. لعلكم هنا معناها إيه شيء؟ لعلكم طبعا بمعنى لكي، لكي لعل هنا بمعنى التعليل. نعم. يعني لأن طبعا لعل أصل معناها الرجاء، لكن الرجاء من الله لا يصح. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرجو أحدا من خلقه، فالله هو خالق الأكوان وملك الملوك. نعم. لا يرجو أحدا من خلقه، لكن لعل إذا وردت في جانب الله تبارك وتعالى يعني تكون بمعنى لكي، يعني لكي تتقوا. نعم. يعني التقوى، فالتقوى تعلو بإيمانك، وتعلو بإيمانك، تعلو بإيمانك وتزيده وتجعله إيمانا كاملا وإيمانا عظيما. إزاي أقدر رسالة لكل الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي، إزاي أقدر يعني أعلو بإيماني؟ وفي بعض الأحيان بيبقى فيه شوية انتكاسات، يعني يشعر الإنسان بأنه إيمانه قل أو هو بعد. يعني طبعا الإنسان ينبغي ألا يقنط من رحمة الله أبدا. نعم. رحمة الله وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل عن نفسه، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فلا تحجر على نفسك واسعا ولا تضيق على نفسك واسعا. أيها الإنسان المؤمن لا تضيق على نفسك واسعا، الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولده. يعني أمك التي ولدتك الله أرحم بك منها. فاعلم هذا، اعلم هذا وكن على يقين من هذا. وما دمت علمت هذا، إذا قل إيمانك أو إذا ارتكبت شيئا لا يرضي الله، فاعلم أن لك ربا ينتظر توبتك. الله أكبر. اعلم أن لك ربا ينتظرك، يفرح بك، يحب منك التوبة. والله عز وجل قال إن يعني رسول الله قال عن الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني الله عز وجل يقول لك يا عبدي تعالى. الله الذي هو لا يحتاج إليك أصلا، الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. طيب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكنه مع ذلك يقول لك تعالى وأقبل عليه. الله الغني الله الحميد حيخليني أقول لحضرتك وقتنا قرب يخلص أو يكاد يكون انتهى، ومش عايزين ننسى أختنا اللي كان ليها سؤال في 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 30 ثانية كده نرد عليه نقول لها إيه. اللي هي الأخت اللي هي موضوع يعني هل يقع الطلاق لرجل استفزته زوجته؟ طبعا استفزته زوجته، المفروض ما كانش يعني يتكلم بهذا، المفروض ما كانش يقول لفظ ما دخلش عليها. طبعا يعني ما دخلش كاتب عليها بس. لا هو لو قال لها انت طلق، هي بتقول ان هو قال لها انت طلق من غير ما يعلق طلاقه بشيء. فقال لها انت طلق، طبعا يقع الطلاق. يقع الطلاق، يقع الطلاق، ما فيش فيها كلام. فاولا ينبغي على الرجل انه ما يجعلش الطلاق زي ما بنقول كده يعني لعبه يقولها وقت ما ما يعوز. وينبغي على المراه ايضا الا تستفز زوجها. احنا برضو ناكد على لكن الطلاق واقع، واقع ننصحها برضو بانهم يرجعوا الى دار الافتاء. طبعا يروحوا لجنه الفتوى بالازهر، الفتوى ياكدوا على كده، ياكدوا على هذا. فضيله الشيخ محمود عزازي الحقيقه الوقت مع حضرتك ما كنتش اتمنى انه يخلص. ربنا يبارك من الكلام الرائع الجميل والحلقه الرائعه عن الايمان النهارده. واعتقد ان احنا ان شاء الله ممكن يكون لنا استكمال للحلقه ديت نتكلم فيها عن الايمان تاني. في نهايه اللقاء انا لا يسعني الا ان اشكر حضرتك فضيله الشيخ محمود عزازي الباحث بالدكتوراه بالازهر الشريف والواعظ بالازهر الشريف. كنت ضيف جميل علينا، بشكرك. السادة المشاهدين بنشكركم لطيب المتابعة، وبنوعدكم إن شاء الله لقاءات ولقاءات مع برنامج هذا ديننا. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال.